محمد يوسف طويله تخبط جوه الجول جوه الجول جوه الجول هنشوفها في الاعاده. حسام حسن بيجيب هدف التعادل للنادي الاهلي في الدقيقه 6. احرز طه اسماعيل مدبولي. هنشوف الكره ايه اللي في الاعاده. حسام حسن على طول من رمي التماس بعد محمد يوسف لفها برجله الشمال وحطها في المقص ضربت في الشبكه من الداخل وردت. غير الملعب ناحيه اليمين لسمير كمونه. حسن بينقلها لهشام حنفي. هشام حنفي بيحصلها قبل ما تطلع بره ويرجعها لابراهيم. وابراهيم يلعب وبقى حلو. حسام حسن جول جول جميل حلوه 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 كوره نموذجيه. حسام حسن لعبها على طول خطفها على الطاير لعبه في منتهى الجمال. الجول الثاني للنادي الاهلي بيسجله حسام حسن في الدقيقه 9:30 تقريبا. هنشوف اللعبه لعبها على طول ابراهيم حسن لحسام حسن اللي طار ولعبها بوش رجله في الزاويه البعيده زي الكتاب ما بيقول. واحسن ناحيه اليمين بيلعب كانه لاعب وسط اقرب منه الى الظهير الايمن سمير كمونه بيغطي مكانه لما بيتقدم بالواجب الهجومي ابراهيم حسن. شفنا هو اللي رفع الكره في كره هو الجول حسام حسن. حسام حسن القناص خد كوره لطشها كده ما بين السنتر هافين وحطها وحط وش رجله وحطها جوه الجول. الجول الثالث في الدقيقه 15 وملتزمين بتنفيذ تعليمات هولمان. هجمه مرتده من اسامه عرابي بتروح الكوره لحسام حسن. حسام حسن بيلعب كوره جوه الجول. حسام حسن النهارده مهرجان اهداف يجيب الجول الرابع في الدقيقه 28 للنادي الاهلي ورابع جول ليه. هي حسام حسن بنشوفها وحطها بعقل قوي مركونه صعبه جدا جدا على اي حارس مرمى